تقريبا السؤال ده بيتكرر اكتر من مرة، ومش عايز اقول حرفيا انه يكاد يكون بيتكرر بشكل يومي. لو انا عملت بحث داخل تعليقات اليوتيوب اللي بترد على قناة الروشتة ويمكن كمان على قنوات كتيرة جدا، هو هل الصبغة آمنة في فترة الحمل ولا لا؟ هل ممكن تلحق الضرر بالجنين ولا لا؟ موضوع رغم ان احنا جاوبنا عليه اكتر من مرة الى انه بيعاد سؤاله مرة اخرى، ولذلك قررنا في الحلقة النهاردة ان احنا هنجاوب عليه، ولكن مش بشكل سريع، بشكل مفصل عن هذه الجزئية. هنقولك صبغة الشعر الضارة، صبغة الشعر والاراء اللي مطروحة حواليها، وامتى تقدري تصبغي شعرك حتى لو عايزة تستعملي الصبغة اللي ممكن تكون ضارة فعلا، بس في الوقت المناسب بدون الحاق ضرر بالجنين. اللي عايزة تصبغ شعرها ومهتمة بهذا الامر تتابع الحلقة دي كويس قوي، ويلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن ولا. وأذكركم ونفسي بكثرة الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فبها نسعد بإذن الله تعالى. بالنسبة لصبغة الشعر، هناك فريقين من الفرق العلمية، والفريقين ليهم كل الاحترام وكل التقدير، وهنحاول ان احنا نفهم كل فريق ايه وجهة نظره، وانا وحضراتكم هنحاول نوصل لحل وسط، مش هسيبكم للرأيين، لا هنوصل لحل وسط في الاخر عشان نعمل ايه ما بين الرأي والرأي الاخر، خاصة لما رأيين علميين يختلفوا مع بعض. اول رأي راجع للكلية الامريكية لاطباء النساء والتوليد، قالوا ايه؟ قالوا ان صبغة الشعر آمنة في فترة الحمل. ليه؟ لانه قالوا ان جزء بسيط جدا ممكن يتم امتصاصه، وهذا الجزء البسيط من المادة الكيميائية اللي ممكن تكون ضارة، هذا الجزء البسيط ده لا يمكن ان هو يعمل اي حاجة في الجنين، لان نسبته صغيرة جدا جدا جدا. فده رأي الكلية الامريكية لاطباء النساء والتوليد. طيب الرأي الثاني كان ليه رأي مختلف عن هذا الرأي، بيقول ايه؟ بيقول ان في فترة الحمل الجنين بيبقى اعضاءه الجسمانية غير مكتملة، الا طبعا في نهاية الحمل، ركزي مع كلمة الا في نهاية الحمل، عشان دي اللي هنلف حواليها في نهاية الحلقة وهنوصل لحل وسط. الاعضاء الغير مكتملة في فترة الحمل للجنين من شأنها انها ممكن تتأثر بأي حاجة هتكون ناتجة من امتصاص الجسم لبعض المواد الكيميائية الضارة اللي ممكن تيجي من صبغة الشعر الكيميائية، وبالتالي عن طريق الامتصاص من الجلد أو استنشاق الأبخرة اللي ممكن تحتوي على المادة الكيميائية ممكن يتضرر بها الجنين ويحدث لبعض المضاعفات. قبل ما نعرف إزاي هنعمل إيه مع الرأيين، لازم نعرف إيه هو الضرر اللي ممكن يجي من صبغة الشعر. صبغة الشعر أنا عندي منها نوعين، نوع دائم يعني اللي هو بيتم صبغة الشعر بيه، اللون ما بيطلعش إلا لو الشعرة نفسها طولت، فلما بتطول بتطول باللون الجديد أو اللون الأصلي بتاع الشعر. يعني لو حضرتك مثلا صبغت بيه اللون الأصفر، فاللون الأصفر ده لا يمكن يطلع بصبغة الشعر الدائمة واللي بتحتوي على الأمونيا، الا في حاله ايه ان طول الشعره بيبتدي يطول، فالاصفر بيطول واللي بيطلع جديد هو الاسود. اما اللي بتصبغ شعرها بالامونيا، لو غسلت شعرها بالميه او بالمنظفات الشامبو او اي حاجه، ما بيطلعش مع هذه المستحضرات اطلاقا، لان دي صبغه دائمه. دي نوع من انواع الصبغه. في صبغه تانية تحتوي على بعض المواد الكيميائية ولكنها ليست ضارة بالشكل الكبير اللي ممكن يكون زي الأمونيا، ولكن من عيوبها انها ممكن تطلع بسرعة، يعني تتبدد بسرعة، ممكن مع غسل الشعر مرة على مرة على مرة يبتدي اللون يخف. والنوع الأخير من الصبغات اللي هو الصبغة اللي بتحتوي على مادة نباتية زي الحناء. ترتيبهم كده، أول واحدة ضارة جدا هي اللي بتحتوي على الأمونيا، ثانيا الحاجات التانية اللي هي بيبقى فيها مادة كيميائية، ثالثا الحاجات اللي هي فيها مادة طبيعية، دي مش مضرة على الإطلاق وعلى الكلية. طيب تعملي إيه؟ لو قررتي إن أنت مصرة على إن أنت تصبغي شعرك
اللي هو اللون الجيد اللي ما بيطلعش مع الشامبو، ما بيطلعش مع الغسيل، ما بيطلعش كذا، ومصرة ان انت تصبغي شعرك بالصبغة اللي بتحتوي على الامونيا. يبقى لازم نختار الوقت المناسب لهذا الامر. ايه هو الوقت المناسب؟ اول 3 شهور في الحمل بلاش. حتى الطرف اللي قال لك ان صبغة الشعر، الكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد، وحتى الدراسات التانية، الاتنين كانوا متفقين على إن بلاش صبغة الشعر أول 3 شهور في الحمل. ده متفق عليه، الطرفين اتفقوا عليه، حتى اللي كان بيقول إن صبغة الشعر آمنة، بس بيقول برضو في ملاحظته إنه بلاش أول 3 شهور في الحمل. وحابة تستعملي هذه الصبغة وخايفة طبعا بعد الولادة والنفاس والتعب بتاع النفاس وفترة النقاهة ما بعد الولادة، ان انت يعني مش هتعرفي تعملي هذه الاشياء، فليس هناك مانع من وضع الصبغة او استعمال الصبغة في اخر اسبوع او اخر 10 ايام من الحمل، لان الضرر اللي ممكن يقع على الجنين يكاد يكون منعدم، لانه خلاص الجنين بقى كائن قادر، او يعني عايز اقول لحضراتكم انه بقى طفل موجود بس مؤقتا في بطن امه. من بعد ما دخل الشهر 9 فهو قادر على انه ينزل الحياة في اي وقت بامان، وصعب جدا ان هو يتأثر باي حاجة في الفترة الاخيرة. انا بتكلم بس في الحتة اللي خاصة بصبغة الشعر والمادة الكيميائية. الامونيا اللي بتحتوي عليها الصبغة الدائمة طبعا دي مادة كيميائية بتستعمل في كثير من الصناعات، ممكن برضو بتستعمل في صناعة الأسمدة، بعض الصناعات الكيميائية، وأيضا من ضمن استعمالاتها هي صناعة صبغات الشعر. الأمونيا مشكلتها في الصبغات الحديثة في العلامات التجارية المشهورة إنه بيعملوا هذه الصبغة وفيها مادة عطرية. المادة العطرية دي أو العطر أو الريحة الحلوة اللي أنت ممكن تشميها أثناء ما حضرتك بتعملي صباغة الشعر، تظني إن أنت مش بتستنشقي مادة كيميائية خطيرة، ولكن هي مادة كيميائية خطيرة. مادة الأمونيا إذا تم استنشاقها بتحفز حالات الربو، بتهيج الجهاز التنفسي، بتأذي الجهاز التنفسي، بتهيج الجلد، بتعمل مشكلة في الغدد الصماء، ليها تأثيرات ضارة. طيب نعمل إيه طالما هذه المادة بهذا الضرر؟ أول حاجة خاصة في فترة الحمل وبوجه عام، حتى لو في غير فترة الحمل، لو حضرتك مقدمة على صبغة الشعر يبقى من الأفضل هو ارتداء كمامة حتى لا يتم استنشاق أي مادة كيميائية عن طريق التنفس، وما يحصل لكيش أي أذى، لأن هنا عندي خطين ممكن يوصل الضرر بيهم إلى الجنين، يا إما عن طريق امتصاص الجلد أو استنشاق الأنف، واستنشاق الأنف خلي بالك أسرع كمان من الجلد. يبقى في الحالة دي أول حاجة لو أنا قررت إن أنا هصبغ شعري أرتدي كمامة. ثانيا في حالة إن حضرتك قررت تعملي صبغة الشعر، يبقى يفضل المكان اللي حضرتك هتعملي فيه صبغة الشعر يكون جيد التهوية. ثالثا يفضل عند القيام بصبغة الشعر ان احنا نبعد شوية عن فروة الرأس، يفضل في فترة الحمل بالذات ان احنا نبتعد عن فروة الرأس، يعني نصبغ الشعر الخصلة بتاعت الشعر نطلع حوالي 0.5 سم كده ويبتدي عملية صبغة الشعر. نحاول قدر المستطاع ان احنا الخاصة بالكوافير البنت اللي هتعمل لك شعرك انها ان انت توصيها انها تطلع شوية فوق فروة الشعر ولو بـ0.5 سم. رابعا بالنسبة للمدة الزمنية اللي هتقعد فيها هذه الصبغة، يا ريت ما تبقاش طويلة، تبقى المدة المحددة للصبغة. في بعض الناس او بعض السيدات بيقعد مدة طويلة ظنا منهم ان ده هيبقى نتيجته افضل، لا، في فترة الحمل يفضل ان احنا ما نقعدش فترة طويلة، خاصة لو الصبغة دي بتحتوي على الامونيا، ولو بتحتوي حتى على المواد الكيميائية التانية اللي خالية من الامونيا، لان في منتجات كتيرة بتقول انها خالية من الامونيا، ولكن خلوا بالكم الحاجات اللي خالية من الامونيا هي ايضا بتحتوي على مواد كيميائيه، والمواد الكيميائيه ايضا لها اضرار زي ما الامونيا لها اضرار، ولكن يمكن تكون الامونيا تفوقهم طبعا بدرجات. واخر حاجه زي ما اتفقنا ان احنا نختار التوقيت المناسب وهو الـ10 ايام الاخيره او الاسبوع الاخير. غير كده داخل حضرتك مناسبه مثلا في نص الحمل، في اول الحمل، في اي وقت، نحاول ان احنا نستعمل المواد الطبيعية زي الحنة والوصفات الطبيعية لصباغة الشعر البعيدة بكل البعد عن المواد الكيميائية الضارة.